هون مش نادي عادي، احنا هون اهل ونحكي مشاكلنا لبعض. احنا بالنسبه لي كلهم صاروا امياتي وخالاتي، والي والاخت نسرين. طبعا نسرين هي دائما انا وياها كل الوقت مع بعض، حتى انه فيش احنا انا ركزت وهي زي ما بقولوا مدرخات امانوت، احنا زي ما صوتنا واحد بالنسبه للنسوان. ولا بالنسبه بدي اعلق على كلمه كمان بالنسبه للتلفزيون، احنا طبعا قبلنا مدرخه من الاستاذ رامي انه بدوش يكون يوم عادي، يعني بس يجوا يحكوا ويروحوا. احنا عاملين برنامج من الصبح، البرنامج هو هيك حابه احكي، برنامج الصبح بيجوا بفطروا من الصبح للساعة عندهم 9 فطور، من الساعة 9 ل 49 دقيقة عندهم نشرة أخبار، بعد ال 49 دقيقة عندنا إذا نحضر برنامج. طبعا إحنا بنحضر برنامج بس عن أشياء مفيدة، يعني عندنا هون طبعا في نسوان اللي عندهم مرض السكري، في نسوان اللي عندهم أمراض، إحنا بنحط لهم شغلات من طب عربي، يعني إنه يطلعوا يستفيدوا من الإشي، يعني إحنا ونسألهم هون شو حابين. يعني عندنا ساعة تلفزيون، أكثر من ساعة هون، وكلهم بيعرفوا إنه ما فيش تلفزيون، مش مسلسلات. لا 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 مسلسلات، مرات مش مسلسلات، مرات بحضروا غناني باب الحارة، بتعرف هاي الأشياء اللي السوان بحبوها. بعد لذاك عندنا الساعة 11 الساعة 12 عندنا فعالية أشغال، بعد الساعة 12 10 بيجي الأكل وبوكلوا، والواحد العشرة بيروحوا. يعني إحنا عندنا زي ما نقول برنامجنا كل النهار، انه يعني عندهم وقت معين غني في اشياء كثيره، في طبعا زي ما بقولوا كلنا، كمان مره بقول احنا كلنا اهل، وانا بالنسبه لي هذول صاروا امياتي، انا ونسرين خالاتي، حتى انا تعباني من اشي بحكي لهم هن بيحكوا لي هذا الاشي. وبتمنى منك دكتور كمان، في احنا صح زي ما قلت كمان مره بقول ان احنا تابعين لكم، لبوفيم اثنين للاستاذ رامي والك، بس احنا بعد بدنا دعم، يعني بعد ناقصنا كثير شغلات مثل الرحال، بدهم رحال، يعني هن النسوان يلا احكوا ما شفتوا ما كانوا بكنس هذيك اليوم. لا احنا النادي تبعنا، احنا بدنا رحال للنادي تبعنا. بدنا اي شيء اذا انت بالصعب عليك انه نتوجه لك دائما في اشياء اللي هي تفيد النسوان، تفيد المعدون، يعني هون ميسور. طيب لسه عندك فرصه احجي الرئيس.